السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم بخير وعلى خير؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. كيف ما عودناكم هاد الأيامات الوصفات الصيفية في إطار الوجبات السريعة، جبت لكم اقتراح لوجبة غداء أو عشاء سباغيتي أو معجنات بطعم البيتزا بطريقة سهلة بزاف، مبسطة وبمقادير بسيطة جدا، يمكن تحضري بها طبق رائع بمذاق ولا اروع. تيجي بطعم كما قلت لكم بطعم البيتزا، الشكل ديالها تيجي راقي وتيجي زوين بزاف في المنظر ديالها. نشوفوا طريقه التحضير والمقادير باذن الله. غادي نحتاجوا لهاد الوصفه هادي. عندي سباغيتي سلقتها في شويه ديال زيت البلديه مع الملحه. عندي هنايا صلصه الطماطم الخاصه بالبيتزا، فات لي ودرت فيديو نزلته في القناة الصلصة الخاصة بالبيتزا. عندي غنحتاج زيت البلدية، شوية زيت الزعترة، طن معلب على حسب الكمية، خليط القزبر والمعدنوس، الزيتون الأسود، وعندي الجبن المبشور أو لا الجبن المحكوك على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر وعلى حسب الذوق ديال كل شخص. أنا عندي هنايا استعملت الموتزاريلا هكذا باش نبقاو في اطار هذه الوصفه ديال البيتزا. هنا غناخذ لي بات ديالي ولا السباغيتي، غادي نخلطها مع صلصه الطماطم من السماء بطبيعه الحال. هذه الصلصه الخاصه بالبيتزا كتعطي طعم او مذاق روعه للطبق. تنخلطها مزيان باش نلبس سباغيتي ديالي، نحاول نسمها كلها بالصلصة. كتجي الريحة ديال الطبق، ريحة البيتزا مع لي بات. جربوا ان شاء الله الطبق وغيعجبكم. نتمنى تجربوه وتردوا تردوا علينا في التعاليق كيفاش جاتكم الوصفة ديال اليوم. غندير سباغيتي ديالي من بعد ما خلطها مع صلصة الطماطم في طبق ديال الفرن. صلصة الطماطم خليت منها واحد شوية باش نديروه على الوجه ديال سباغيتي. طبق سهل تيوجد في آخر لحظة. نحاول نقاد الوجه ديالها ونبسطها مزيان بحال هكذا. ممكن انا اختاريت هنايا نديرها بالطون، ممكن ديروا طرف ديال الدجاج او لا الكفته الدجاج او لا الكفته ديال اللحم او لا فواكه البحر، علاش لا، تبقى اختياريه، تبقى الحشوه اختياريه. هنا درت صلصة الطماطم على الوجه ديال سباغيتي، نزيد باقي واحد شويه، ديك الكميه جاتني قليله. كتجي في التقديم بحال البيتزا. غندير عليها الطون، كتجي فعلا روعه. نحاول ندير الكميه اللي غتكفيني ديال الطون. كما شفتوا مقادير بسيطه وكميه قليله من الحوت او لا من الكفته. نزيد عليها الفرماج او الجبن المبشور. هنا تنكون مسخنا الفرن ديالي من قبل على درجة حرارة متوسطة. كيما شفتوا المقادير كلها راها طيبة، يعني الوقت فاش غتسخن لي سباغيتي وغيدوب لي الفرماج وتخلط لي النكهات، تشرب لي السباغيتي من النكهة ديال الصلصة والحوت ويدوب لي الفرماج صافي. وغنطفيو عليها
ما كتاخدش وقت كتير. صافي غنزيد هكذا الزعتر محكوكه من الفوق، اللي بغات دير الزعتر ماشي مشكل. انا اختاريت هنايا نسمها بالزعتره وغنستف الحبات ديال الزيتون الاسود من الفوق. كتجي فيه لان طبق روعه في المذاق، وحتى في المنظر ديالو كما كتشوفوا تيجي زوين. وفي الاخير غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، كتعطي النسمه والنكهه، وشويه ديال الخليط، شويه من الخليط ديال القزبر والمعدنوس، ونحتفظ بشويه على حساب التقديم. كما شفتوا الوصفه ديال اليوم ما كاين ما سهل منها، غديوه صيفيه زوينه بزاف. هكذا غندخلوها للفرن لمده فاش يتحمر لي الفرماج ويدوب. هذا هو الشكل النهائي ديالها ملي تنخرجوها من الفرن. كما شفتوا زيناها بشويه ديال داك شويه ديال القزبر والمعدنوس اللي بقى لينا، درتو هكذا من الجوانب. غتشوفوا معايا من الداخل كيفاش كتجي، كتجي شاده شويه في راسها. وتنقطعوها هكذا، تنقدموها بالصحه والراحه. نتمنى فعلا تجربوا الوصفه وتردوا علينا ان شاء الله في التعاليق، لان وصفه فعلا كتستحق التجربه، مذاق جديد. هذا هو الشكل النهائي ديالها. شكرا لكم على المتابعه، تنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. اللي باقا ما اشتركتش معنا في القناه نتمنى تشترك معنا وتفعل الجرس باش يوصلها جديد الوصفات، على امل اللقاء بكم في وصفه جديده ان شاء الله وفي فيديو اخر ان شاء الله. خليناكم في حفظ الله ورعايته.